الشريف وأمركم الآن وأنا خادمكم المتواضع. قسما بالله العظيم أنني أفديكم جميعا بروحي. أنتم من تصنعون المستقبل، أنتم من تحررونها من كل هذه القيود التي عشناها على رمح من الزمن. أجتهد بالتعبير عن رأيكم، وليس لي الحق أن أصادر إرادتكم بأي حال من الأحوال. ليس لي رأي، ليس لي قرار ينفصل عن قراركم، أنتم صاحب القرار. لقد قدمتم الكثير وكنتم على استعداد أن تقدموا الأكثر في سبيل حريتكم وفي سبيل كرامتكم وفي سبيل عزتكم، وشعب مستعد للموت لا يمكن أن يسلم.